بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كواكي أفرطني صدحات كمذا من كتاب الجراح من المنهاج، وحين نقصه جري كتاب عقد الجزية أو الذمة، بأن نقصه جري أحكام تبضان كذو النصوم الرأي يا أركانتي يا شروطي وحد دوحا إنور لمن فصل كسابسا في أحكامي الذمة. فصل في أحكام الذمة. أحكام الذمة فصل كان هذا قدام بيا وحكود الوريقة يا صدح أصل أصل ككوبات ودينات وحوي وحي كسابسا بهدل يهانيسي قال هذا لقميستو أما لبهدله إلهي كفرية المشركين أما كفر هذا وحلقة قادنا يا قيب كم شروط يقيودس عن يد وهم صاغرون وأصل قيود كلي شروط كان وحلقة قادنا يا عقد يهشيس كشروط اللقو قال إما إن لقى قات عن قوله تعالى عن يد وهم صاغرون يا تحقيق منات كاس يا صغار كاس يا صغر كاس ولا تحقيقيه يا إن لقى قاتو عقد يهشيس كمركو دعيبا شروط لغو هشينا يا جرت مركا شيغا أساقا أما قيد يا شرط لغو هشيبا كينيا أما آيات القرآن كان لغا قادانيا أصل كسد حادة مهم كي ميشو كتر وحاو يا حق مكا لغا الله أيو مخالفات كي أهل ذمه الله إيمان إياه والله بقيبو شيء إني لي ما دان أي واجب أهيد ولغا واي يا شيء إني كتاقان ما يجب تركه عليهم أي كل عين إيا ما يجب دفعه وأداؤه عليهم إن الديبان أي واجب هذا يبحين وايد لبضع قيبوت بنقرية وحبها كينا يعقد يذمدي يبلن كي إنه برو أيه ونديكو دبلو بنيس لبضع قيبوت وحاول علوس حق عقد برنتي سقيب تهورة ما يجب عليهم دفعه أي مركه ديدي وواجبات كشرع الله كلا متاه ترك المنهيات في الشرع الإسلامي إيوه ترك الفرائض وكل الدرين على مذهب السلف الصالح وأكتين بنومانية سدوا كلا أهل ذمه واجبات كل ولها أي لا إيمان وايد إيوه وحياب الله الربعين أي كتجان وكتج وين وكل الدرين وحاضرا واجبات كل ولها أي لا إيمان وايد وكمدها جزءنا بحيان أحكام الإسلام كنا التزاما شروط اللي يقولها شيء إن إلالية تنضم بمركة ترك ما يجب معوا إتيان وما يجب عليهم تركه أي كل عينة وحين يكتجان للربي كتجي وين أي كل عين أي أيضا قيب النقيس قيب مسلمين تدبا يس يا قيب عن دبل هاي تفصيل مركة يا إيمان دونا أصل كامركة تنضم بإصدحات وقياس عقد الذمة أو عقد الأمان على الإسلام على الإسلام إسلامك وحنا واجب كاغد دغاي وحنا كتك بوكيري وحيابو إسلامك واجب كاغد دغا قيبا كميدا هدا لا إيمان ويدو ولغو غالوبا قيبنا وا كبيرة من الكبائر كتغودي قيبنا وا صغائر وحيابها يقولون منهيات كأكدعي الضوضة قيب دينك لك قبحة قيبنا وكبائر قيبنا وصغائر عقد الجزينة يعقد ذمة نصيده كلوي فقالوا مركة هالكاسي من العسانية محايل إيمانك دي قادوا حريما يي رقن كذنا ودوري عقد غني هشيس كان ذمة نصيده كلوي أساق مركة أحكام تيسي وحلقوا بنين يلقوا لسيا كأحكام الإسلام صغائر بويلان أن عقدك كبينين كبائر خطر كيان وحقول لغو أدبين ولغو قراعب يوكين يوليهي وحوليهي وحدويني وبرني يبا ذمدي عقدك يا أمانك سيدا يؤترتي وحيابا بوليا نواقض الإسلام فقالوا مركا قياس مذهبك انتا سيكوص علينا وحادا أنك نخصي بسنا ماها ومذاهب طوران شافعية يحنا بلانا أغرهم بابك مكا لمر يؤدو نصوصتا إيو شروط عمرك هيد أدو waxa ugu fog u tilaba dheer xanafiyo xanafiyo wax ka halaba ma jiro wax ka afqurmaba ma jira ahlu dhimma waligood waa ahlu dhimma waa la ilaalin waa la difaaci aqdooda mabura ila
intay ka yeeshaan oy ciidan noqdaan ay nala dagaalamaan khuruuj ila ay sameeyaan maalikiyana ayagu way ka daran oo waxay yidhaahdeen wax walbay sameeyan waa la iskaga dulqaadan allaahumma inay shilimihii bixin waayaan mooyeen shilin dinaarka day bixin waayaan jizyad ah markaa muudkaa gaardinay wax ka waaweyn oo diinta meel ka dhac hadday sameeyeen maalikiya way ka waawacanayaan marka la marahayo tacaamulka iyo mucaamalatul kaafiriin madaahibtaas afarta madhabka ugu liita xagga fiqi ahaan waa madhabka maalikiyada bimacanaa nadarka fiqiga markaad fiiriso u daciifsa liidashadu waa eray yar culuse bal aan ka dayn marka dadna inay aqoonsadaan baa laga yaabaay wax badan oo adigu markaad hadda dhegaysato adigu ruux mu'min oo iimaan leh see waxaan oogu hadlay yaad ku tuhul maalikiya ku arkaysa ilaa uu yidhi ibn xasan meelaha qaarkood haada diinu lmajuus laa diinu lislaam waxaa ka mid a inay yidhaahdeen haddii ahlu kitaabku ama gaalada xarbiyiintan aysan gabadh muslimaad gabdhaad muslimaad ay qabsadaan oo xoog nagaga dhacaan oo dagaal ku qabsadaan hadhowna gaalkii dimiga iyo xarbigaha intuu ammaan la siiyo u yimaado isagoo gabadh islaamka awood gabadhii muslimiinta uu qafaashay wata oo dalkeenna u yimaado horteennuu ku fuuli lamana taaban karo ibn xasan marka shalay ka noqota hawlahaasoo kale iyo wax lamida markuu arko wuxuu yidhi waa diinti majuuse tii islaamka ma ah almihim maalikiyadu hawshoodu aada bay uyar cakiran tahay xanafiyana waa ka agdhowdahay waxaa u roon madaahibta afartaa shaaficiya xanaabilo annaga waxaa naga sii fiican marka la ilaalinayo shuruudi cumariga ahayd iyo aathaaru salaf xanaabilada laakiin madhabka iyagu hadduu laba dhaamo ma liito soo ma ah almihim saddexdaa asal wax laga qaatay canyadahum saakiruun iyo wax laga qaatay ashuruud lianna wixii lagu heshiiyey ama laysku ogaa bay dhahen soomaali hadduu ceeb keeno canaan ma keeno sidiisuba waxaad ku heshiiseen haddii uu ceebkana canaan ma keeno iyo qiyaasu caqdi dhimmati calaa caqdi lislaam haddaba fasal wuxuu ka kooban yahay toddoba qodob toddobada qodob waxaa weeye laba innagay waajib inagu tahay shanna ayagaa inuu ka rabnaa aan dareeriya marka waxbaynu mashquulin mahay wuxuu uhi sheekhu yalzamuna labada annaga nagu waajibaysa mar haddaan gaala la heshiino oon kula heshiino inay waddanka annaga ku noolaadaan jizyana ay bixiyaan waxaa weeye kow yalzamuna waxaa nagu waajibahay alkafu canhum inaan nabadgelinno oonaan dilin oon gacanteenna ka reebanno iyo wadamaanu maa shay inaan u dandhowno nutlifuhu calayhim aan iyaga ka bi'inoon ka dumino ama aan ka dillo nafsan wa maal naf iyo maalba kaa waa qodobka koobaad ee waajib inagu ahaa ma heshiinay jizya ma ogolaadeen beled islaam inay ku noolaadaan ma qaayibeen oo ma qaateen waxaa ina saaran inaan naftooda iyo maalkoodaba ilaalinno oon gacanteenna iyo dhibaatadeenna ka xaslanno haddaan hanti ay leeyihiin kama iyo kas ama naf ay leeyihiin kas iyo kama mid u dilana waan dandhabaynaa diyadii baanu bixinaynaa xoolihii baan dandhabaynaa wa maalanta waxaad ka soo reebi kayra alkhamri waalkhinziir kayra alkhamri waalkhinziir amwaashooda hadday khamra ka mid tahay oo khamra aan baabi'inno loo dandhabi maayo doofaar ay dhaqaan hayeen haddaan midkeen dilan ama baabi'iyana laga dandhabi maayo ayib maxaa yeelay shuruudii cumariga ahayd baa taa ay ku timid sayidana cumar baa ahludimme kula heshiiyey nasaara kula heshiiyey ibn cabaas baa fatwooday saxaabo badan baa fatwooday marka walaa mukhaalifa lahum cumar iyo marka ibn cabaas la firiy hadalkooda ku cad masalada ayadaa qodobkii labaad ee waajibka inagu ah innaga wa dafcu ahli lxarbi canhum gaalada kale ayaga dhibaataynaysana waa inaynu ka difaacno ila waa shacab ka mid a bulshadeenni nagu dhex nool jizya bixiya say muslimiintuba sadaqaad iyo zakawaad u bixiyaan marka hadday gaalo soo duulaan saan inagu isu difaacaynaan iyagana oga difaacaynaa wa dafcu ahli lxarbi canhum waa markaas laga difaaco laga ilaaliyo wey wa qiila waxaa la yidhi in anfaraduu bibaladin lam yalzamna addafcu qiil baa wuxuu leeyahay markaan ahludimaha difaacaynan gaalada horortada ee dusha ka dibadda ka timid aan ka difaacayno waa markayna dhex degan yihiin nagu dhex nool yihiin daarulislaam ay joogaan hadday laakiin beled kale keligood degan yihiin oy magaalo keligood degan yihiin kadibna magaalada ay gaalo ku soo duusho oo xarbiyiin oo jujuunsadaan hol noo taallo maahabu qiilku saasuu leeyay maxaa yeelay qiyaasan xaggaad uga qiyaasata qiila wuxuulu aan uga qiyaas qaatay ayaguba inay dagaalka nala galaan oyna difaacaan waajib kuma ahabu hadday innaga gaalo nagu soo duusho xarbiyiin ah ahludimuhu inay nala dagaal galaan ooay dalka wax ka difaacaan
واجب كمها انت قاعد افك السرطان بين الضاون هيا هذا راينا له وادفع عندي مبيلي هدينا لا تشب صدنا كواسي وكبيره هيا صدرتيد انا ور بلد قوني امريكا يدغن يهن وبخي ما انه لا قيلك قيلك وركيسو ما سهلن طيب لكن صوابك وحوي كاهل الاسلام ان لو دفع واجب واجب وحو قدبي ما يجب عليهم او شن مساله شن شيء با ايغا لغا ربا مره دو هيشيس كو دحو قيبنا وا سو مرتين وران سو تريناي هدا لكن وحيابا ايغا واجب كو وا لبا قيبود واني سو شيغا قيب اني كا تغان با لغا ربا او سن ودوان وبنان كمرا قيبنا اني سميان با لغا ربا qaybti inay sameeyaan laga rabeey badankeed weyn soo mar jizyada dhibideedii hawlo badan weyn soo maray ayagoo ee cushuuraadka ay bixiyaan oo kharajka bixiyaan oo muslimiinta ay marti galiyaan waa naga soo maray soo ma hada caa wuxuu u badanayaa dar suugo qaybti mamnuuca ka ahay wanamnaahum waxaanu ka reebayna gaaladaas aynu heshiinay ihdaasa kaniisati kaniisa inay dhistaa soo darisiyaan li tacabudi la lil marati وقيد وين كنيسة للتعبد كنيسة يبيعوا يو معبد أي كتو كذا أما أي شركة ودي قال لي ماذا كل شيء كان أن هران سيد اثنين هذا مرد السكران إحداثه وين مركو مسألة الكنائس المنع من بناء الكنائس بهذا مسألة كسب سنتها هل كله دي إن يكاد يسان في بلد بلد أحدثناه أنجو أن اثني مقالوا إن كان أنجو أن أس أس نهضان مسلمين نهاي أنتو قال لي ماذا كنيسه كما دسي كرو كنيسه كما دسي كرو بصره اي قاهره اي مغالوين كد مسلمين تو وحنا دونك كو ياله هاد دار الاسلام لو يقانو دمبدو كوم مسلمين با دس بدن كوم مسلمين با اساسه ولي بصحابه اساس اصول شهده ودوكتي خاصه العراق وكله ما كدوكتي مسلمين با اساس في بلد احدثناه او ما اسلم اهله عليه من غير قتال ولا صلح ولا بلد بينهم مرينا وحان كلو ان كنيسه كديسي كارين بلد ايغو اسكا اسلامي با ددكي لا دغنا با دينكي اسلامكا غاري اما غنعستا غارسيسه اما ودادا لو ديري ماركاس اسلامين انغو ان دغال كو قادين هيشيسي صلح من ان لا غلين كال يمن يمن باي كوميتان شافعيدو يمن ود اوغتي مسلمين كوميسن دولين وح صلح ولا غلين ما جيرن ايغا اسلامكا قات صحابه معلمين بالو نبغو دري معاديو رغبو دري هوراي كاسلامين بلد كنوع عاصو كلا انا يهودي النصارى من نما يا اهل ذي مكه ما دسي كران معبد ايغو ايليهين كو يدنكو اس استين مسلمين اس اسين صوماليو كلي كنيسدا كتاغنا بلدوين كنيسد وينو غريها بلدون دون كديري ديبا لغا دديرااداي واغا كديريد با كوتالي وبي قركيس باي دبوتي كوتالي سوما غرنيسا دارت بيد ابو قرحسن باي اوغون دهر واغي وخي لخدماتكي اس ديت تدباتاناتكي وري ديبا لغا سو غاري حمرتي كو تالي وا غرانيسا ايدو لفتركيدو دارت اوغو قرحسن باي غوري هان ايدو اوغو دهر ديبا لغا دهيرااداي سان با لوغو ودا كسمايتي كو تالي سو لما غران هاي ايدو انتي ليكي حق هاداد ايتوبيا ادو غوداي وخا كو تالا كنيسد مغالا دان با اوغو قرحسن ميل بور انتي لا ساراي مساادكا يره كو يالا ايدا كا دهر سربي من قستل ليدا هذه يدا مقال أقول ديرا من دقال كميشة كتليا دقن من دوا معبد كأوجو وين الجود يكدي سنابا دب حيو حلقات دسي مساعد سكرات أو قبلي يسوع حتى كرم مرسن تايم محراب كيسو محراب عن اللهين أو قبل اللهين أو سيد كان يسد اللورد دسي بأكويا الجودي وتليا يعني نوردس أذكرني زمان بنو ماليني سام بالايدين قلايبا وذات كلا روح وهي خلدن تاي ودار الاسلام ما لما اقول ان لغا ديس كنيسد حديسان وارجحسو خارج جوا ورون مغ عصوبة قالوا بخيين وي خارج جوا مغ مسلمين بخيين خارج جوا مصطلح اسلامي لا صعدا كمصطلح كفري او يا بخيي بوش يا بلاي يا ود ودانبا ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه وما فتح عنوة صدح وضنبا الله قلي وما فتح بلد كلا فرطي عنوة أو عنوة وإسكمد عنوة عنك إن لقدنا بلو بدن يهي أساقنا وحان أود كو قبصنا أيقا أدقنا رولك أيقا لها وإن كجها أنه أود بأنه كم قورني كبلاد المغرب ومصر مصر بلاد المغرب والأندلس
afrikada waqooyi oo dhan muslimiintu xoog bay ku qabteen, waa ogtihiin algeria, maghrib, mauritania, morocco, libya, waxaan oo dhan waa dhulkay saxaaba baqaayaadkooda ay ku halgameen wey. Saxaaba furay weliba ma ahaata cid kale ma furin. Afghanistan baa ka mid a, Pakistan baa ka mid a saxaaba qabatay. Cabdiraxmaan ibnu samura ayaa qabtay Pakistan iyo Afghanistan. Muawiya khilaafadiisa waad garanaysaa meel furistaanka horena wuxuu bilowday khilaafadii Cuthmaan. Intay ridoobeen reer Afghanistan weliba bay dhib badnaayeen oo ridoobeen oo diinkii ka baxeen balaay ka dhacday iyo haddana lagu celiyay saxaabigii. Asaga hadda dib isu celiyay. Waa kii ku dhijiraya Cabdiraxmaan ibnu samura laa tas'a al-imaara. Nabigu wuu ogaa ninkan inuu amiir bala ka dhacday noqonay. La socda dardaaran gooni ah la siiyey. Tayib. Wixii ka qayb qaatay aad wadankaas waxaa ka mid ah Abubakar iyo wiilashiisi. Cabdiraxmaan iyo Cabdullaahi iyo Cubayd iyo Muslim iyo kulli way ka qayb qaateen. Dhul saxaaba qabatay waxa lagu ciyaaraya maanta. Wamaa futixa baladkii la furtay canwatan awood lagu furtay laa yuxdiuunaha fiihi. Laa yuxdiuunaha kaniisad kama dhisi karaan fiihi filbalad. Maxaa yeelay qabsashada aanu awood ku qabsannay baanu ku mulkinay annagaa iska leh. ilaahay baa na siiyey marka lama ogolo tii horay u dhisnayd xataa mar u dayno wax dambe kama keeni karaan way kama dhisi karaan tii duntayna ma cusboonaysiin karaan walaa yuqaruuna lagu sugi mahayo calaa kaniisatin kaniisad kaanat fiihi xaala alfatxi fi lasaxi kaanat fiihi ay fi lbalad aladii futixa canwatan way ma aha labadii hore ma aha kan dambe hadda laga hadlaaya walaa yuqaruuna lagu sugi maayo calaa kaniisatin كانت فيه بلدها كنت اللي فيه اي حال الفتح في الاصح دنو قبصنه لما تقدم انفا ويو وين ملكنا يبا مره دن ملكنا بنا دنب اله غيرك وح لو عبد شرك دنب او لا سي ودا يلي مين هلكاس لو خره هيا او مس صلحا بشرط الارض لنا وشرط اسكانهم وابقاء الكنائس جائزه ولي وحو ودا شرط قضبك كوباد او منع احداث الكنائس في البلاد ما حيكون نقدن بلادي صدح قيبود أفر قيبود بلد أنه أن أصنع هذا المسلمين بلد ددك الدقنا بأي إسلامين من غير قتال ولا صلح بلد أن أود ملتركو قبصن ودقال إيقاشان أن صدر الرئي بلد كأفراد وبلد صلح لقو قبط أفر تاب بلد بينوشي الشيخ وما فتح عنوة وصور دميني أو صلحا بالقو فري وما فتح عنوة بيدبت شوكتاي كل رنتاي aw sulxan baa lagu furtay bishardi alardi lana in dhulka annagu aan lahaano iyaguna ay kharaaj bixiyaan baana kula heshiin dhulkaas marka waxaa iyagaa lahaa oo deganaa laakiin markay arkeen awoodanada iyo wax u kala fiiqayno ee waxay dhaheen muslimiin ayaan wada hadalno reebalba soo leeftan waad soo socotaani annagu waxaan diyaar u nahay inaan wada heshiino dhulka aan joogno idinkuna aad xogow aanu dhanaha kala cabno bishardi alardi lana iyadoo loo shardiyo dhulku annagu inaan leenahay ayib idan saa hadday tahay waxa weeye kharaaj bay bixinayan hadda ganaadeen laakiin waa inay kharaaj bixiyaan iyo wa shardi iskaanihim in ay deganadana loo shardiyey wa ibqaa'il kanaa'isi kaniisadu inay meesha ugu yaalaan wuxuu hore sii jiray oon la duminin jeeza marka waa bannaan yahay wamaa futixa sulxan بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جازا تانوا مسألة حقا كاقر دعذو كيف هذا والو دمينيا وحما عنوا سوا كدر وماشي قدران ماشي ديك باكو دات مجاهدين باكو دنت وبلد باكو دران sheekh wuxuu yidhi taasi way banaantahay maxaa yeelay hadday banaanaatay in aan sulax ku gallo beledka bacdigiina waa la mid wey wuxuu yidhi waa in utliqa haddii la itlaaqo dabarka laga furo heshiiska waa in utliqa alcaqdu wey wasulxu baa la itlaaqay oo waxaan la yidhi bishardi alardi lana un baa lagu gaabsaday lagama hadlin kaniisadaha ma la idiin dayn mise la idiin dayn maayo laguma sheegin heshiiska idlaaquhuna waa maxay waxaa laga idlaaqay caqdiga gudihiisa lama soo qaadin kaniisadaha ku sii yaalay dhulka ma la dumin mise waa la idiin dayn waxaan lagu hadlay keliya oo lagu heshiiyey dhulku inaan annagu yeelan iyaguna ay kharaaj bixiyaan looma bixin hadmul kanaa'isi wa ibqaa'uha midnama looma bixin fal asaxu waxaa weeye almancu
منع إحداث الكنائس كان يسوي إن مشاسي أن لو أقلان إنن أي مش إن لو أق إن يسو إن يدرسية أو مديب كرديسا هي إن كو هرب من نوا لو دين ما كورنا ولا دمين كو عصنا وإيمان كرامو لأن إطلاق العقد يحمل على المتعارف عليه وحد كوسو مرتين كتاب المعاملات إطلاق عقد هذا لا إطلاقه وحلو حمبار يا وحي المسلمين دول قبصديه شي زوام وان الهي غير كما لو عابد ان كرس لا غدسين تي كتالين لدميو اطلاقا كيني فالاصح المنع مال احداث والابقاء انتم ولو ديديا او ما سوما او وما فتح صلحا بشرط الارض لهم ومركان تيرم حي هيد بشرط الارض لنا باي هيدا تاون وحاوي بشرط الارض لهم دول كلا فرتي لغونا فرتي دول كايغو اني لهادان قررت ولو سغ ولو دين لانها وملكه هرنا وي دغنايين هدان هيشيس بانو كو غلى اني ايغو اي دول كايشا ولو دينيا ولهم لكن احداث الاحداث في الاصح التضمبكليه ولهم تا وحيدن فقهاده واري ان قرح سنين انو شيخيسي رافعي او غابنيه كو غابسدا وركيسي بو اها ولا يمنعون فرق بين ويليهن لو ديدي مهي ولابا كلا شيء دوان وي وخوري امام الحرمين مساله وخوري تحتاج الى تعنق افتهنمو اي حريف نمي او باهان تاي مكا لعبر اي اريغان وانبا ان لو ادن لا ايمان ورتو سيس اقرار الكف يا اقرار فرق با ودخاي رافع وحول ولا يمنعون من احداث الكنائس لكن لهم مرك اليه انه ما كجره حق اباحه شرعيه ابدا ادين دين اذا هبل وخي لوو شيغتي وخبا كما جيران يا بري با تهي ولا وكل شيء وخي لوو شيغتي ما جيرو يا بري با تهي يا حق با اولهدهي وا لبا كلا مساله مرك حق وسينتا وان لا اسك الى لي علوه اي لا يمنعون لو ديد ما الاحداث في الاصح مشي على النص با كفعينيد والنص الشافعي في الام ساس يقول لي تعليق جري كتاب كي لهدين المهم وحين سو مري بلد كانغو اينو اساسني غالده اهل ديمه دغن كنيسدنا لو ما اوغلو اني كدسان وخي هورنا لو دين مايو وحي بلدك أيه ومركا يكون إسلامينا نفس الشيء إحداث الله ما أقول وما فتح عن وتنوى كأدرا لا إحداثا ولا إبقاء من الله ما أقول بشرط الصلح لنا أنا وحيكون حرنتا الشرط يقول لك هذا إبقاء الكنائس هي إحداث كلا جمع عناية إحداث كأيا لا جمع عناية إبقاء وحيرو تشرين باللو الدنيا واحد ما قال كمكينيات وين أطلقنا أصح والمنع لا إبقاء ولا إحداثا ولهم وما فتح صلحا على بشرط الارض لهمنا مركا لهم مركا اعتماد دولكا ايغا لا سياد غوربا خراج بي بخينيا خراج بي بخينيا مركا انو ان لين هينا جزو منو كقادين انت ان اسكا تغنيك شافعي دو كتب بي مساله كليين كنائس هي معابد غالد ودما اسلام كلا غديساي اسكا دا ما حد كشيكي ودما اسلام جزيره العرب با لا غديسايا جزيره العرب با لا غديسي بلاد الحجاز والحرمين بلغت سهايا وقتي طيب الولاي وام حيوا ووضع نوراشو هذا درجة وداد وضع نوراشا سوق هاي وقرر هاي ووداد دين تيس شك كقوة دين كيس إسلام كان إنه حق هاي بكشك السنة وضع نوراشا اللوب بهاي وكان اللوب بهاي ضد مقشو وأنا كشك السنة أسأل الدين كيس إنه حق هاي بكشك السنة وهو آمن سنة ولق يعقوب قرب كجترة مركه وهي الرع طيب مساله اللباد بوجود بشيخه هو محي ويمنعون تا وحي مساله الكنائس شافعي دو كتبته مهم كي مساله لا قري هدا ولادك لو رن جاي شيخ الشافعيه في عصره ابن رفعه كتاب قيمه بدن بكله مطبوعه النفائس باليدا في الكنائس في مسألة ترميم الكنائس كتاب مطبوع وقيمة قواعد فقه أصولي أود بشيغان أيها شافعي وحبو كل غي لمن أقوال سوقات قاضي ويسخلت أفهمين أيو نولك الله سمي
awoodiisa fiqiga waa naqaanay laakiin kitaabka markaad akhrido awoodiisa usuuliga aad faabaysaa marka sheekhu shaaficiya bilaash kuma noqon waa kitaab matbuuca ayib wadaadkii subki asagoo ilaa dhowr kitaab buu ka leeyahay weli mid la daabacay inuusan jirin baan u malaynayaa kitaabkiisa aad ugu fiicanna waa addasaa'is fi hadmi lkanaa'is addasaa'is fi hadmi lkanaa'is ayib marka labadaa kitaab adugu kitaabka hadda matbuuca akhriya aada buu qiimo badan yahay waadna ku fahmaysaan aathaartii salafiga ahayd go-aankii haddaad weydiidaan wax kale axkaam ahli dhimma ibnu qayim oo kitaab jaamica aad maatica isagana akhriya ayib aw shuruط اlcumariya xafnu kaiir waqti buu ku bixiyey kitaabkiisa bidaayaha markuu marayo irshaadu nabi irshaadu اlfaqih ila adilati tanbihna asna waqti buu ku bixiyey hala akhriyo ayib wayumnacuuna waa loo diidi wujuuban asal waxaad ogaataa ahlu dhimme iyo gaalo waxaa daaru islaam loogu sugahayaa in aakhirkooda ay muslimiin noqdaan oy diinka soo galaane xandhadan xunteenu ka qaadayna qiima ma laha qiima ma laha marka waxaan isku dayaynay inaan iyagana badbaadinno cadaadisna aanu ku samayna aysan dhoroofaynin say diinka usoo galaan laxadiidkii fi sunan ninkii dulmiya mucaahad aw mucaahid waa isku mide laba macnuun bay kala noqone ninkii mucaahid dulmiya ama xoolihiisa dhib u geysta ama maalkiisa cuna asagoon wax dulmi geysanin nabigu wuxuu yihi fa ana xajiijuhu yowma alqiyaama maalinka qiyaama anaa la dooday cid kale maxkamadda anaa la fuul maxkamadda ilaahay anaa la fuulahay nimankaa la dulmi maayo lagu xadgudbi maayo laakiin waa loo sinsinin say diinka islaamku soo gala wayumnacuuna wujuuban marxab ايش قلت لا يوجد في العالم اليوم اهل ذمه اصلا كلهم محاربون لم افهم السؤال اصلا هل تبنى الكنائس لا تضمن اصلا انما يتركون ليبنوه يتركون ليبنوها أصلا ويعيدوا ترميمها من جديد إذا كان الأصل إبقاؤها ويجوز لهم إحداثها وقد مر معك تفصيل البلاد الإسلامية التي تقر فيها الكنائس والتي لا تقر فيها أصلا ويمنعون والودد يا وجوبا واجب نما وقيل ندبا بالي قيل كوركي سيقداي من رفع بناء على بناء جار مسلم على بناء جار مسلم هذا قال يهودي أي مد مسلم اسقرب دقين إن guriga muslimku uu gaabnaado ka gaalkuna ka dhidaal waa loo diidayaa maxaa yeelay alislaamu yaclu walaa yuclo calayh xadiidka ibnu cabaas calaa dacfin fiihi bacdu ahli cilmi way taxsiiniyaan haddii asagaa diidana waxa weeye canyadin wa musaakhiruun guriga in la dheereeyo oo uu kusoo qooraansado adaguna dacda iyo meesha hawsha aada joogto waxaa fiihi nawcu min aljamaali waalcizi ayaguna hawshan looma ogolayn wabitaali shuruuط اlwelhashi qaybo ka mid ah ayay ku timid walasaxu asax waa almancu min almusaawaat in xataa labada guri ay sinaadaanna waa loo diidaya ila maxaa yeele afanajcal lmuslimiina kalmujrimiin wey wa aslu lmujrimiina hum iyagaa ahababa u ah ayib marka waxaa weeye musaawaatkaas waxaa kaloo ay diidaysaa wadurbi calayhim dhilla adhilla la yidhi walmaskana idan dhilladaas iyo canyadi wa musaakhiruun alislaamu yucla walaa yucla calayhi iyo cizada meesha ay ka helayaan baan loo ogolayn walasaxu annahum low kaanuu bimaxillatin munfasilatin lam yumnacu walasaxu waxa annahum low kaanuu hadday ahlu dhimuhu yihiin bimaxillatin xaafad munfasilatin ka go-an xaafadaha kale keligood baa degan xaaratu lyahuudi xaaratu nasaara baa shaam magaalo la oran jiray bilada shaam ka mid ahay lubnaan meelo ka mid a xaaratu lyahuud xaafada iyagu ay degan yihiin oo kale lam yumnacu markaa inay guriga dheeraystay ila waa keligoodi muslim daris lama aha idan iyagu ha dheera iyagu ha isdulmiyeen ama ha isqooraansadeen iyaga u taalla laakiin wuxuu leeyahay bulqiini sirajuddiin albulqiini iyo wiilkiisii calamuddiin waxay leeyihiin waa mukhaalifun linnasi shaaficiyi fi lum walasaxu annahum low kaanuu bimaxillatin munfasila lam yumnacu bal yumnacu lanu daartu waa daaru islaam inay marka xaafadaha kale ka dheeraadaan oo lee guryahaas biyaanohe quruxsan waa xaafadda yahuudda iyo nasaarada
إهانة يذل بأوقسه المسلمين تلمنا وقوله شافعين إسكسنا والخلاف سنتا ينو إليين وطعليق ريا لا مكفرية تحرير الفتاوى كتاب كأوروري يمحوها ابن العراق أبو زرعة كفيري ولي الدين مسألة صدحات بوجود بي وأه إن حق جديدك وحن قصوا هذا الحق كان عايز معابدي وحال قصوا هذا الحق جريه محاكود من جديدك ودي بهذا الوجود بهيا ويمنع الذمي المكلف ذمي المكلف كوحالود دي ذي ركوب خيل فرض إنه فلو جديد سده فرس كده وحلق أس جديدك أوقيه من الدنيا وهي مركها فرضهن وحاكود فيه جمال وعز بل نبي وحور إلى قيام الساعة فود ذو حلوب أنت خيرك يا غني ماذا وجديد جبيد وي فرضه مركا لوم أقلوه لا حمير ضمير اللودي دي ماي أكو برف ده يعني اللودي يو بغالي نفيسة ضمير نك أسوقه وجديد زده فرع لك قاضي يو بغالي بغلو نفيسة قيمة بدون قالعة بغلو بحاجة تفرضها حبود أنا أوجينا موقتاي طيب وأن وياهم بل قالب هن قتي بقل شيء سبوا إسكليته وجديد كليتي حيوان كان لقيمه نوي مركل لود جديد ما هو لخصتي ما حمار ك ضمير كإيو بغاشو ما هو وحلو حرق أما عرفي مركل الله إجا أما عزيز جمال له يمهابة أما فرسكو لو ما أقلاني صادقت هاي ويركب بإكاف والركاب خشب لا حديد ولا سرج ضميرك أقادستنا يبقليه لفتركوضو يركب حكوف لها بإكاف كرباش إكافك وكرباش كهوسي ونقصه مرة كتاب ربع العبادة ونقصه مرة كتاب الخيار باب المعاملات ونقصه مرة والركاب كبالو سرجه وكورها ركاب كنا وكبالضة إلالية أمد لقوب حيرها دي هرادة يهريدة ولقوب قبط وادقرنيس إكاف كنا ومرضا انتي عجسان ايام بستحر لما هذا إيه المرضا لقد ديجي جايدك بدوش اللقاء سالي لقى حيشيو إن عليسك إيو عينك إيو حركيه يكبالكو قويو ونفكو ودبو صدح شيء ومش سرجي يركاب يإكاف نينكان كلا وقونا سيقو وطالة طيب مد وحوي وكرباش من نوع قبطل من نوع كبال هذا كلفانتين بيلتاي ويركب حكوف ولا يبي كاف كرباش بكوف ولي يو ركاب خشب يو كبال قريه قريها ففوشحون ماله لقسوق في الجمدة لا حديد كبال برقه قرحسن لوما أقوله ولا سرج كورة ونعكسنا لوما أقوله ويو كيف رضا لقوف ولا هي عمر بن سيدا كله شيء رضي الله تعالى عنه أهل ذمي يهودي نصارى دي وله شيء معايا إلي عزية شرف باكو جرت عزية شرفنا من أنك الله ما أقول إنك إلهي كو كفري إلهي غير كعابودية إنه إسكن الله هذا حيشيس كن الله وأقل الله لكن إنه سنك التاق ما أقل ويلجأ وحالو دي باتقلين ودوين كادي لسكوين ماد ودوين كي لو مرة هاي لقول لقين هاي سعوطة دي إلى أضيق الطرق وضد ماشي عريريقا بالشرط عند أهل العلم وإن قدنا اللي قرر دين دربنا عن مضح الله قرفان دربك جيسك وضد جيسك ده ليه قاسي مرها يعني نعود إذا وين وضدنا المسلمين تقول له قاين أنك فاتش فاتشونين أي وين إيرك أين مران وين ليه قاس طيب لكن وين بهو الله إذا كنت عينين قضح إيا دربنا إذا مدح قلنا إينين طيب لأنه أذيه وحقوه يربه دليد إيوه يدليد باكل الدوان أكو يربه دلينا موينا نقود كورنا أنكو بابين الله مرة ولا يوقر لوينين مهيو لما وينيني توقير شغل بكم إلهي باب الدليه زي اللو وينين ولا يوقر من التوقير هذا صبنو عليه الصلاة والسلام مسلم كمنافق لا تقولوا للمنافق سيد وقاس يا بوس يا صا محاكروشي وحكوم محايدة محاكسو على كيني كشقي محشميو وماكسو حل ليبان قدومي هولها سودان وهولا علوسوي اسكا إلالية اسكا إلالية هوشا نبي قل حكو علاضة قدانا هادي ونبي قل نهي كدين لها ويرونان لهيد
هذا النبي وحرسيد اعتراضان والمنافق سيد يقاس كل هذا فقد أغضبتم ربكم ربكم بالحرق الله تكع عريسين الله تكع عريسين ومحان وقع عريني وفر صدا وحان وقع عريني وتغيير حدود ما أنزل الله منافق إله اكتسوا وكبه الدنيا هاي أضونا محاد ضميس واد عزيسي مركوا خلافا مقصود الشارع إرادة الله إرادة المخلوق هذا إسقون قيان كان مرينا ومشكلة موقتهاي مشكلة وحكتها أنت إله السور ربه يا سيد آدم ربك تشقين تو إله الروح هو يوحى أصيه كفرية إن لبهدله أضوغن وحارب طائنا أذكر سارته وذلك درويش كان معيد واجي سئين عبد العسن أوت شبي درويش كلا فرحتي يا وداد رولبانتو انتو درويش كصهاري ما لا تولس كقدر ومن هي يا سيكو سو جاجوس هاي ان صوماليا اسباب بيسي ايا لا سو دل جوجيي ولي نينكان وا هراغي دراويشيت اوداي وايلو ماركاس دي تجربه كو دو وحال لي قالكي انجليزكا و خول وخ ولبو ان كا عفن هيا مشار بان كو قرا هيا وخال بان سمين سا بس اي دبل انتاس سبحان الله وافكي ان سيدي كوري سا كو ديماي بو كوبني ما وفر سحوري سبحان الله أفك أن سيدك كل جري سيدي يا سيد هذا الصاع كلهم ما يبور واحد من الصميم ود له أنت أصور أنت ما يلا هي أفك يا صاع كم قل ميز واحد من الصميم يبور مركو حوي هذا اللي قوام حي أيضا ولوك ترتم هيا غا ولا يوقر اللوينين ما يو مركي سيدنا عثمان عمر إسقبتين وذكرنا إذا أثر كي عنك أبي موسى الأشعري أبي موسى الأشعري بقى كي مد عراق يحق أصوه هنتي بضنا وضا نين كراني وحسابيهنا وبلا كرد عضو النصراني الله سعود وحو جزيدة إيه صدقات كي حولها حسابية هنتي دي بضنا إذا كان يبو سيدنا عمر وحوض عينه قيبيه مساعد كان يتالله هنتي دي لقو الرئي بخارك على النوم مالي دي وحان لك لقرنها يومد الغسر هاي وابب بيوي سلف كي سحال كان تاك دوبار ومبا مساكين تلو قيبان جري مساعد كي مكتن تلا حقا لقو تكني باشان لسكوب بابين هاي وقال بكتب إيه بركة دولود دوحو مكشوف بسكار رقالي هيدا وحي هشو شعب كاسا سكالا وان لا يقان سيدنا علي انتم مالي وحي هانتي دولود قيبيي او حاقي بخار كي هانتي دو تالي او لو بالبلو اسكاسي حدو كو قيلو شضي باشان ديو لدو قفشو لدي وحاما هين انها اللي عضيد بلا يقضال كتب دوي الوهي علي وحي عمر بن حور هانت ذا ويبضنتها إن إنه نحس حور سيد وحي الله سعد بيأمر المؤمنين إن صاروا حكوا الطورة يحس تقيضة وحن كل ما ين حساب تيده ويرد بورها حسابية حور لكن مساعد كم سوى قلي كرو حور مجنوب به مجناب وقبا ما يقول ما حكوا دعاء حور ونصراني عمر بكورت بولا بحيتي وضد كويت بن جريشة هذا إنت كن في جنجري بولا بح وحور سه نين نصراني أو أنت أصلا مسلم هلي أبصق حيس حوري يا أمير المؤمنين قال لي إذا سيقول تعال أنا وأنا كفى إذا حساب تيزي أقول تيزا كفى إيس وحوري إلهي باذ اللي يي سيادة دوي عزين إيسا لا تتخذوا البطانة من دونكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يدوا النصارى أيضا بكو أخري مرضا بكو ما أركر ورغبوا أقر مرضا بحوري مات النصراني والسلام إن رد انتكاس وقاد في جننكاس إذن مركوا خوانوي وأنا ضد إهانيسا إلهي بيكو كفريين أسألك قدوي مرة خاصة أي باهتمت جزئيات وإسكجران مستطنيات لكن أسأل قد بينك الله ولا يصدر لغهر مرن مايو في مجلس فرد أي مسلمين فرديا كراس طور لسفر سن مايو مسلمين يقال ما شو دجوا صفقة ضمبة صفقة ضمبة مالها جيركو أرتها يا يجان يرت ولا فريسينية كراس هوري قيوة هوري مسلمين تأسكي لأنه وهيبد عزين ويشرف يشرف دوي ما يقول مسألة مرينا صدح مسألة صور دمات معابدي يقريه يقاديدك انت انضم مركة ويلجو الى أليق الطريق هذا وطبع قاديدك قاديدك الى ودمره ولا يوقر ولا يصدر في مجلس ولي قايد كي يفرد كي يقول كي لما رها يبو خصية حقوق مسألة أفراد وعلماء كو إجماعين سلفكو قال هذا
يا مسلمين ضلك ودقن أهل ذمها آه. قال أهل ذمها وإن حق لبس كأي قابل لبس كأي مسلمين قال كوك الدوان هذا إجماع بعلوم سوق قوريين نكوبها أنها كأخر الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن المقطان الفاسي توريها ويلجؤون إلى أضيق الطرق حديث كيف أفراد قرنسان في الصحيح لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فأطروه إلى أضيقه ويؤمر وحلفرها يا قالدي بالغيار شبعي واسكو خلاف غيار كوغين كما الله وصدبها يا مسوى لكرنب يا غيار باعانة غيارنا وعلى آخره كرة ويؤمر وحلفر يا بالغيار والزنار فوق الثياب غياركو وحاوي وأستان أستان وحاوي ماشا قربك حبتك أمر دبرك يا مرض وقوام مذهب كبدا لك سميني كرين قدودا مدعات مد مدو مد مذهب له ودرك كبدا أولوك قرطة أيها عرفك السلف وحبتنا يهودنا مذهب شالاء لو تلجري علامة شالاء نصارضنا علامة بلوغ أما أزرق أي لو تلجري محايزو هاري مجوستة وحلو تلجري علامة مدو سامر هذا نمن كدلوا يقانه أدون كدين توقي يرى نمن هذا يهود ملهن دول كان فلسطين يهود قبسطي شوكة وسامرين لا يجده وليه سامر هذا لورن جري وخليط من اليهود والنصارى أيه وحلو تلجري قيب علامة جذور والزنار زنار كوابيل سون وين رحلة كحدار وأصقنا من بجونة عليه وكشط في عنان هاي فوق الثياب درك دوش سنة كحرن هيا سيلو قرطنين كونوا يهودي هاي أما النصراني يأصل مسلم هاي إجماع بنا مسألة كوكلتمي وأجمع على وجوب التفريقة بين اللباس المسلمين واللباسه نسكي وسوقر أبو الحسن من قطان الفاسي يا غير كي بس وقورية ويؤمر حال فره يا بالغيار مر بدلا يوز النار صون فوق الثياب درك دوش سأي كحدان عمر نسيدا سوسن كله شيء النصارى دي أهل ذمه عمر كاسي هشيس كلا قاله وإذا دخل حماما حمام هطوق قالوا قال كي وحاجة الميل وين الحوجة الوقة بيستو لسكو الوقة راح يستو أيو قالي فيه مسلم مسلم أي كجرا أو ما ستجرد أو حقدر ترمي عن ثيابه مريه سبو إسكسيبه مريه كرك وقة بيه لغو قران لهاوي مريه وكل جنا أستان تجوز يكون جريد بسكفوري بايل كيبو حقا دكتور مثلا أو تجرد عن ثيابه مركا محل صمي إلا كرجل ما هي جعل في عنق لون توحلو جلين خاتم حديد سلسلة برأة كرب الله حرا ياسين لو قرط كوا كورها قوا ليلة دوا قالدي انت أنا ومسلمين أو رصاص بالله حري أما بالرصاص أي وحلو حرا كل خاتم رصاص ومارت رصاص كوا قرنيس مارت بالجيزو كلوي كبريت كوي يرجع يحر يرمدو يو نحو حلا مدا الله حري خاتم حلا مدا نحو خاتم كرادو علنيس خاتم كورا أيات كل رئيساوي رصاص ك هدله هو نحوي بين نقول لهي أنا هو نحوي بقى يقرن ويجودن ياي مرك خاتم قدبت هاجن ياي وجلجل كأكله جلجل جلجل هو برت الوحدة قاب قطب بالوحدة دجاجده هو كلا أما لو كنت البر لو جلين أما أدن كبر لو جلين وي أدن كهوسي أي الله وحده أفر إذا هو حصل وام حي وإن لك رصاره برت أنا بر قال وإيرس نقولن لما أقول الذهب يفضي يرفع عن ما وعلقه الله والرصاص يبرحديده فولاد هي وحلها المال مسألة الشرادة ممنوعة كاهد ويمنع وحلو دي ذي قال كاس من إسماع المسلمين الشركا مسلمين تعتقد حنوا الشاي وح قال لي ما من مقلسين كتب ليه بخت الأضواء هوست الأوضو هوست الأوضو برجع حتى في المضى بريهم لدقيقة مسلمين تلقوا في محاكمة ده إذا أركتي هذا فيلن حسن قال في سكوف في عينه ولا هذا محا إيش أرمحه بالك قيامة أرطغرل وتركي أي وضع خيانة أي وضع وحاكم بذا كان يسديه على أركيسا ناقص بالله قرعة يا مسلم كان بيل بقرعة يعني جو حرية المسلمين تو أيسين جريمة الأولى على الكتاب قريه هذا قريها مسلمين تكرر
أيق بعضك قيم بعضنا كقر حسن وحرية المسلمين بالوله. طيب شركة قال لما ذي بنان كله تاجي ينور رواق هيان وحرية بالوله. بل وحلاقة مد كأمير كسكوش يجا هي وقامد هي ضد كأنه ورك دقيسته وكسو قيب قلبه انفتح وحاصر دموع بدار الصدق بكو قشاوي هذا وعلق الربعين لقرا دعيو سدان هو الأهانجرتي وابن. طيب ويمنع وحلو ديدا يا من اسماعه المسلمين المسلمين تنو مقشيو شركا وح قال لما وحكى ولود يا وقولهم في عزير والمسيح اذا نواقو يمحي اذا وحلا شيء ما هو بعد كذا قرنيسا يو ويرها اي ك وحي كامن سين عزير يا مسيح إن هذا كان مقشيا أيضا وابن الله مسيح عيسى ويل إلهيا عزير باويل إلهيا أما إله وحيابها النوع عسى قال لماذا مسلمين تم مقشين كرتان ما لك أن مقشيسان وضقوا عيسى ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد وما قشاهد من هاتك ووركز وعدي هاي وحاكوا اللو دي ذا يوم من إظهار خمر خمر هذا قريه هذا كعبين هذا لكن بنانا الله صفرستان لأن تبينك أفينيان رقم المسلمين تبي خربيان وإذا بدروا وإقرار كفر ونفاق وشرك إذا بدروي لما أقوله وإذا نمت قلنا لكن رقم حبدي نقريه ناكو أكاده. طيب يا وخنزير ضفار ضفار كي برنا خوعنا هيان إلما هي رسول كره إن كل شاوش أو حمد عادي هاي وسيد ديك الله عنه لكن مو دليل هيا أفوي يو ناقوس جنبل لك النصارى ذا يك جرعة هين كنيسة ذا أما بوق يهود أو كله أوكا يو عيد تماشات كود الدينين بنا كل ما صبح كرا تماشات كود الدينين إلا هو شرك يكفر ومعاصي فجور منكر كمسلم مسلم ولا بد يان لو قالنا كي قال محمد ده هوس وين يقولي هذا كذا كنيسة ذا ذكر كذا واحد ملا قصة مستان بنا كيو برشة ده حيد الله ما أقول إجماع بمسألة كوك كنت مدليل كده والإجماع سيدنا علي عمرنا وكوك قبطي قال دي واجو ولق لهي وألا نظهر الصليب على كنائسنا بل وحودي دي إن كان يصده هذا أي استلاب تمام هذا صليب كوي قلنا معاتبك أي كوك قتميات سيد المسلمين تاي هذا كوك قتمي مساجد إيش شيء أي كوك قتمي بالإيو حدك ممنوع بول وينه ماشي كده سنة يكوت أي قلنا هالنقطة لكن باشن كمل كمل لقى صار كي يتاجر. طيب لما أقول وألا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرة المسلمين وشروط سيدنا عمر كلق لي أي قايبين فقادة وحيدا وأجمعوا على وجوب الأخذ عليهم بألا يظهروا شيئا من المناكير من ضرب ناقوس وشرب خمور وأكل خنزير وإجماع لما أقول وحا يدا حنرضا يرتهم مودي إن دين كان يقول لغوط من أيه أدو إنا كنا بدقل إنه وحا دانا أشوك أدن كدقتان كو أقل لكن إن معانك ورادا يأت بنا كصورك الليل ماي ولو شرطت هذا وحاب الله بنا هي مثل هذه قياس عقد ذمة على الإسلام فيما ينقض العهد وما لا ينقضه تيب هذا وجود بالشيخ ولو شرطت عليهم هذه الأمور أمور تأني صور شيخنا شنطة هذه شرط اللي قلق لك قال دي فخالفوا أي خلافا لم ينتقض العهد عهدكم مبرا هيو شروط ايه ويا هذا وقيبت هذا قدام بيسي ومحوها شركة ذاتك اي مقاسية يعني عزير يا هولها يا خمرض يا خنزير يا هولها عهدكم مبرا هيو لكن بالاجماع يؤدبون ويعزرون ولا ادبن ولا تعزيري سيسمى مرضا بقول نقن سيدي منكر كله بدل اللب بدلوي ما هو الا الدين ومنكر موجيين ولا تعزيري ولا ادبن بدك الله فبحين لكن وحاوي عادي نوو شبه ودقنا لبنيسان او ولد لين غارسين مين وكبيره من الكبائر كبيره من حكين جرتي تعزير هذا حد اله الا هي هل كاس مرن فقد ساس كولي وعهد جبين عند الفقهاء وحاوي وما ينافي العقد او ما يناقض كما يناقض الاسلام وكله ولو قاتلونا هذا يسنا الله دقال لمن أو امتنعوا أما أي ديدان من الجزية كود غير بحيان يقبرد أو ما امتنعوا وحي كرهبتوا من إجراء حكم الإسلام عليهم انتقض العهد مركب حي لو تنوى كفريات كو قليل مت هشيس كدنا وينكو سومن قاعدة لا ينا لا معوها
العقد لا يبطل إلا بما ينافي مقصوده صمين صمرين قاعدة دي ولو قاتلونا وإن الله دقال لمن هذا يبقى دقال سوق هذا محام بشيال عقد قد أنا ما بجربه أو امتنع من الجزية إلهي بقى كحري حتى يعدوا الجزية هذي الديدان موتك كأديك هاي أو حيكربتوا من إجراء حكم الإسلام وحي تلك كبدو ورمحوا عينا دهان الإسلام وحكم كسان أقل الله ومسلمين تان لبنا وحيانا مرسانا مريا تينا هذي سن كتاقان وكمن أنكر الإسلام وكالي كمن أنكر الإسلام وكمن أنكر وجوب الزكاة وكمن كمن استحل قتال المسلمين نواقضه هذه النواقض العهدي سيدة مرك قارفض أم قطيب النواقض الإسلام ولو زنى هدو كزنيست ذمي بمسلمة قال باقبر مسلمة كزنيستي أو أصابة موحوق المضى بالنكاح وأنك قرس ديبولي مدان دين بأقوى نحوة كالقرنين أم بيسي أقول حنو ليت هذا كوي أنت الصومالي السوق حين الصومالي يا مسلمين بدنا وضن كان دقنا هذا يا إلهي يدك السوق حكبت بادنين حالك وضحوها بركة حميان دانا بركة حو قدر راء وقبله هو قيابة كميدة قال هذا قوب سنجرت إلى أمن كان قيابة كميدة ساسي والسمية ريكونفروت كاوش عكوفي عن واقو تليانو كونفروغا هي قبل الصومالية قال تلياني أقرص ذو حديث جنه هبلي قال بأفوشة أفرس مصطلح إسلامي إلى لنا يعني وقبا ما يقوله قال باقاتي وقبا وقرص ما يقوله حديث هبله هي قال كتلياني هبلي بأفوشة مصطلحات كإلا إلى يومهم جدا معايلة فتن كقودعة فتن دينيت بقى قدرا ده قال الله حرب الشعارات ها قدرا مصطلحات تطوير المصطلح هو مصيبه مصطلح النو والبوين وقاته بلد لمبركي سلسي قال بأفو شاوي معايلة هاوشو هاولاد وقرس دي وقبا لما أقول أو أصاب بنكاح أو مسوي حسمي ودم بصدحات دلع أهل الحرب قال أني سينو حوتو سي على عورة للمسلمين المسلمين تكدقينيه عورضه هنا وضعفي ما المسلمين تو كدغنيين ونعيدا في عن شوغين اما لغا سويرر كلو دلدلول فقرة من الثغرات ان بيوتنا عوره ما هي بعوره وي ذنب افراد او فتن مسلما اما مسلم وحك في الدنيا عن دينه دين تيسي قال يهود وهو افتهن امتحانه يمن نصران يا دنيرا مسلمين او شكاميين او دين الاسلام سكبخا تاندا سو غلا اما ملحدين بابا كدغين ويكون قلقالين دين الأم يوادن بكالي أو طعن في الإسلام أما إسلام كي بودوري قال كي ذنبي أو حكا الشيء أو القرآن كتاب كي إلهي بودوري أو ذكر رسول الله أما رسول كي لابو حكو الشيء قال كي يهودي بسوء حمام بكو الشيء النبي فالأصح ماشي شابعي كفة شلمان هل كموهي وحن لود القادن كريم حنا برنا مكي مرها يال ماشي وي ونقوب ورسدار جزية يرى الله بشرين أو الله بحينها ينين كديد عاد يوم عاد يزوا أشوي نبي محمد العاين عاد يجيب مهاي كتابك العاي عاد يجيب مهاي مسلم الله جزنا يستعد يكون جيب مهاي قال جاسوسه مخابرات سردون وعورات كأني ماشان كذا قنين يو ماشان كهو قنين كل إذا نقال تصين وقباب بين عاد يجيب مهاي وحيد ما حلوت القلان كرم شافعي عوران سدها أوش مختار ومرك جواب كاربته أو العلوسوي حرب لما ماشان و ونقول رسالة وحان لنا قول قال لي ذهن بأن وافق سن رواية عن أحمد هي كمذهبنا وحد كجد جواب تم كجد جوابنا وبالتالي وحيابهم بوحدين وحيابه دباتك هنا لكن بلن كل وجه أمبرني المهم ومن أضعف المسائل في مذهبنا ماشى حق النظر كفقه ما كلا فيري يوحي سحابك دي جرين وحي كلوي خلاف سنت هاي سيدنا عم نعاس هي غرفة من حارث الكندي هوش اسكو وافقه اسكندرية ايقو تشوغا يا ميديو نصراني او هشيس لقول جرو ديمي اهابا نبقى وحكا الشيغ سحابي غرفة اهابا لول قد سوء قراعة هاي سنكي بوچو تشبيه كده نحول لحظة الله صار عم نعاس با وحولي نبنك هشيس با احد بان كل جرائي وحولي هشيس وحان كل جرائي إنهم بدبادنا جزنا أي بحيان دفاعنا إلى علمنا لكن من الدين كانوا حكى الشيخان
والله بأن كله شيء نبود ولي قد نأسحين ورنت بضاء يقر له صحاب الله وهو شاء أما عهدك هاللغوش يقول أما يان لغوش يقين وحاوي ويشيقان طائبة وران بطومرتن المعلوم كل مذكور إلى يروحوا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وصفات متلازمة ما شرطي أطعنوا في دين وناقن العهد سيدي سوئي وصفة مستقلة لما أقول أوشاء يضع وحنو يا لبا مجربا حنب لو حيدين انت هذي لي ما دونوا دينك وحكى الشيغان أما إلهي الدران أما كتابك الدران أما رسولك الله عام عهد يقول وبري حتى وحان دل أهل مالهين واك حد من حدود الله كمسلم ارتد ما الله دون صنكرا مايا ما الله سيدين كرام مايا في الدم الله بحين كرام مايا ما الله قام حي وإن لديله حنا بلو حيدا واك مسلم ارتد وركا مهم جدا ابن تيمية هذا ما قدر أخرية بحث قيمة بدن بكل مسألة جمع فيه المذاهب ونا التحريرية ماذا أقول بأقول دي زي ماشي كو خلطة بقوت المامي أصاري من مسلول متكسد عن مجلدك مجلد كلابات أفر بقول سديتني سديت إلى شم بقول إيه طبعا أخرية بعد قص هذا كم مشغول معي سد أدرت الكتاب كقيمي سبكي وكتاب كأصنع قراء أسيف المسلول وتلخيص لكتاب ابن تيمية وان مقارنة عنيدة من صدح قور برغ من الله بقور وخلاصة من خلاصة لكتاب الصارم لابن تيمية صادرت وحى أشاعر الوية قاني أما شافعي الوية قانو دون سبك مركا وكب حيشارك ابن تيمية حداي كل قذات والله يا بيزا كتاب وتأثيرية من حيث لا يدري مسألة الإيمان أشاعر الوية قال لحظة وحو تقريري سبك كتاب قاس مذهب السلف الصالح انتقاد العهد وحوم مري سيد حنابلة ابن تيمية تقريرية بمري رسول كان ننكي عاية برطي حنابلة كي يستاقن بو كي يستاقن هل مزلوك هدو طوبت كان الروح حنابلة وحيد على اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رواية عن أحمد ولا الدلية لأنه واحد حد كنا بالإسلام كمرد عيدة أصلا وحيد يحقو ماشا فربا يوجدني وحان لها هدو إسلامه الإسلام يجب ما قبله المهم مسألة مسألة هذا قوي وحور فلا صح أنه إن شرط عفوا أنه إن شرط هذو شرط إمامكم مركو لك لها يي عقدك إن شرط أن يقرن هذا شرط أيدين دقا شرط في عان الله أنه إن شرط انتقاد العهد عهد يقولوا كتب هي بلنك بها بهذه المذكورات زر المسلمة إصابتها بالنكاح التجزء على عورات المسلمين بها فتنة المسلم عن دينه طعن في الدين وفي الإسلام وفي القرآن أو ذكر رسول الله بسوء وحاصر المركي هشيسك اللقل يا هدين ليلة هدات سميسا فإن ذمة الله بريئة منكم هدين ليلة عادي هو بري هدان لدينا مبرين أم حالو سمين ولا إدبن ولا ديلك إلا مركة ديل مطه ورسولك عايو كلمة تلن إلا أن لديلك أن قبنا حق دلك وحنا هذا كهالين وحوي عهدي مبورين وإلا هذا شرط قال لقول شيء نهشيزك فلا ينتقد العهد صوابك لو حاول من حيث الدليل أنه ينتقد وأنا ماذا بصلي في الصالح هو ماذا بصلي في الصالح وأكتهين دقال كرناء مسلمين يرهبنا وقاين قاعد أحمر حقا قبله قوار مسلمة أو يهود كحد كتبي قوار مسلمين ويهودوا كحد كتبي كفار قريش مركو النبي وكدوا لمحيدن بوصميين وحي النبي محمد يالين أما مهاجرين أنصار يالين مجرين قويس ريبن وخزع الله إلهاد وقالي مسلمين بيسكو كتري والنبي قو كتشال نقضي مركو يشيسكو لعيد النبي محمد بان كتشال له كلية القريش وحيكو طاقرتي ريبن بكر قبيل كلو يسيين بيحيقوه بوسط قصيين نبي محمد يقول عهدك النواه شبي عهدك النواه شبي هي بنو نضير بنو قريضة بنو قينقاع كفار قريش مدول بخلد ير أو قليبة موتك كأدي هذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أهل ذم مركب مذاهب تواصدح أهل ذم نيجي له هذا وحن مرينا بابك أهل الصلح والهدنة النبي قمريي وحنا بلو
ينني جداهدا وان كلا قادينا عقد ذمه وكحوك بدن ياهي عقود دكالي هدندا اي امانك اي صلحك وشافعية اي شافعية اي ميت لبضو بسيمو اذا وحبرها يبا مجر وحنفية صوابكنا وحاوهي سيرة نبقى ان لغا قاد احكام تاريخ عهد ذمنا كما اتكو كوا كلي وجائز من طرفهم لازم من طرفنا سيد سبب ما وح مؤبدا مجره انهم بحق ان الهي كيدي فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم عقد ولازم من جهتنا ومسلمين بانو بلن كبخي ماينو دغرنا غلي ماينو لكن ايغا حقود خليغود انا بكبخي كرا وخي هيشي سو دنبا اسكو ميل ان لا ماريو ايا ثوابا وحيابي مركه اي اندلس غانت كغبخدا وخا كميدها مساله العهود والعقود والامان خطا فقه كجريبه لغرق مدحتا مركه وخي كوغو فقه خلدنا كو غلا دول بودمية آدس كجا إلالي وحور الشيخ ومن انتقض عهده بل انك سنن كبره بقتال كبره جاز وحابنا دفعه وقتاله إلى عهد وحكبرها مثلا شرط الوه شيوت كسر بحي ويدي أما دقال الله تمذب ومن انتقض عهده بقتال جاز وحابنا ويدفعه إن لسك دفاعه وقتاله الله دقال الله فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين أو انتقض عهده بلنك سحكوب بري بغيره غير القتال بغيره غير القتال وحان دقال كأهين كأساق آمحان قصمين لم يجب واجبها إبلاغه إلا قارسي وما أمنه ماشو كنا بتقلي واجب ما في لدينه قبصن بل وحاب بنان إنك حربي لوردق موي سيد حرب لوردق موي ولا دلي ولا غنيميسن ولا أدونسن أوكوكا وأظهرك مرهد حربي هاي بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء هل كان نجد إذا نحن وحده بل ورد هنا وكرده تم بلغ سوقادي ما هذا عهد يسكب بقتال أو بغيره وكمسلم ارتد فلا يجب إلا القتل ما بناني لوحكل وإلا الدلم ويني أيقنا مودعين أي أي نجاك في عين صادرت يدريب بني القرى إذا مر كي بلن كي جنابي قم حزمي مخيارات بقات مس الصف بكم رأي صف وحيان عرورة موجي طيب وتقرر رئيس نفس الشيء ريب بني القرى إذا ريب بني القطاع كل ساسة أهيد بلن كذي بوري النبي قم حكس وقاضي وحان دل أهاي إن إنسان اللهين رقود اللهم ربنا قنا وقاعي ربنا دور واجه ربك وكير رجل وإجلاء وتقرن إنسان لكن لما كسيت توس عهد وبري لأن تاس وحوا متاركة هيدا عهد يتوس كربنا قوم كبريين قوم في قدوين بالله قضى بل يختار الإمام يمكح دورنا فيه في الناقض للعهد قتلا دل ورقا ووداسي بمعنى أو إسكو ربنا صمر أو رقا أما أدونسي أو منا أما قال رئيس الغو قال رئيس تينو اسكدقا قولي نضاف وفداء ملح فرشو فإن أسلم هضو إسلامه قبل الاختيار انت إمامك كلا دورنا أفرتا حالتو كلا رقمي لها ننك بري عهدك بلنك امتنع وحاربتو مي الرق أدونسي والقتل والفداء ولا سعطات رقب يا ربتو مي دلو يلي قتلنا والله من لما دلكرو فدنا مصعون أيه محايلة فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين با مركا إيمان يسوي مركا اللي نذيم با قال هذا هو إسلامي مرادو إسلامي عفى الله عما سلم أدلي كرو لما أنا أدون سنكرو فدنا مجر هذا قال له علم أيه نال اللي قال بلو علم كرانا ونصوم راد حربي مركا مثلا يتاوي اسكي رو لمنيا لكن حالنا وكل دوان تايو من حرب بوها من واذمي كان قال كان علي عفوا المسلم كإسلام حرب جاء مر كورهانا عشرين سي مل وود كل مكان له علنا هي أيد بانلير وإذا بطل هدوبره أمان رجال رج أمان كود باب بري بلن كلا لها بريين لم يبطل مبرهايو أمان نسائهم والصبيان تنو حقوق واحد مودة ومخالف مخالفه للاصول اصول شيخ خلاف سنته وعوي هوانكو يعرضوا هران بدل كود ما بنانين
وحين طبع أهاين رجع عشان قات كي راع يدبرون أهاين رجع وحل وحكم حكم أم بيقادن شرين صدرت إلما هي رجال كا مركي ندولا قال عن رشة دكانه إلما هي رجال كا السبب ما بنان الدلكيس ديكيس ما بن لكن حريص من غني مثلا لصعات حريص من غني مثلاين إلا قال كيرك وقال هذول أنت قبر المسلمين لجين من مقابر قبور تجارد على لجين كنت كن منه حقوق المسلمين تملها أدونك آخر هذولنا على الجنة هنوض أدونك إنه قال الله إنا مركا ندولا مركا حريص وغنيم حريص لقى عري وفي لكن أسوق ديجس وحاران هؤلاء كانوا وصدوك عليه ديجو دوا حاران حوله دين وغنيم وفي هذه كور مركا دقال يحربنا وحاقن قالوا إعلامية رجواوي نبي قلنا عليه سلام سلام بوها قال هذا الله حساب تمي أنت ماشي كتلي سوم بو والهلي تين رضا إف مركو نبي كدو لأما دقال خو قادة يي وده هلين تلزكي إيه ملحي رضا إف كدي من قوان دقال با يا دعي أحد يجي بلنك رق قرشدي الدمي يي أبو سفيان كوحب الدميس شعب كلاز كده بريعلين هي والو قاضي شرعاته متقن وحلا يداه مدني يو عسكري ودين تقالا وركاس دين تقالا أحكام لك على قاضي روح ديك سوى بناي ما بنانا يشرعه وتقانا لكن هي بالوحوها ريض بوها شعب بوها كنا وحوها ملتي وحسابي أي نوقرين جمعية قرومها كرد حيسا وأنا جمعية قال كرد حيسا قرومها كرد حيسا حقيقة واسدة سوسدة ما ميثاق الأمم المتحدة كلها ما هو ميثاق الأمم الكافرة شغل أنه كمالهن معايا وحنا لو يديم متجره قال بأشقى يا واحترى مسلم وحمطر ومسلم أول قلبة أنا أمركم عن نسكنا ويقضى الأمر حين تغيب التيمون ولا يستشهدون وهم شهود وحنا لو يديم متجره لكن أنا قاعد إسكت دور دور إسكت رفاتا حان حان التزامنا قرومها دستور قاضي يدين قراء هلا واجي الله الحرية بن قاضن يدين قران وحكو قران وحان حب إن كان نهيونه كان سمينا قوانين تيحير هوسات كيحير كرات كجمعية قرومها كده حيس ما بدأ كقولي يا كودر صدي قوف هذا حبر بس كتشوك كتاب القرآن كركو دقنتي وبلايان لودر صدي وحور الشيخ هو إذا بطل مركز كلاقات كان كلاقات كان ملها أصل دينية كمرسن هذا وأنا وأنا فهمك الروي يدونكم مركز هنا يقلف سنت أبو أركي لكن وحي خلاف سنت هاي السيرة صوبنا عليه الصلاة والسلام وإذا بطل أمان الرجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان مبرة هاي أنا وحن كل إني أونلاين هاي أي واحد بيقول قال لي بمجر رقق عشان قات كان بعد بك كيري ومرك اللي الدولة هي اللي تقلم هاي يقولكم حد بيقول قال يركع صبيك هو يريد أيضا محيقش إلا الله وحي علة كفر وحدي قال لقوب بني سني حرا لقوب غني من سني وعلة كفر بوها وحلو دي لواي ضمر إي عرورنا شرطي وحل لواي قتل وأها الحرابة يقاشان قاد نمو طيب يا ها والله دون سنة وحكى الله واتاس إذن آثارت الكفر وي سامين ضمر كأي عرورت وحيون ريبي وبدبادين ليجودي ليجودر وحكم بدبادي سبب كاب بني رجوا وين ليجودي أي أي ونا كهذا برناين لها لكن شرط بيوين هو أدوز حول النصاب لها يست لكن ولي وسنجو سوريجين حولك حولك هو شرط متم للنصاب لما يستريا نصاب كنا واسب وجوب الزكاة سبب وجوب قتل الكافر محوها والكفر شرط إذا لم يصير يدل كذا واجب نمت كسر وام حي وين أتقاشن قاته ودقال لم يكرتو صدر نبي وحكوا عليه ما كانت هذه لتقاتل هوين يدي في لا صح مر هدي اللي يدمحلو جدا أيق الجناية ما له هو أمان كودي رجها دوبر كودي مبر أمانك ما قي بسمين رجع قاضي إذا وحوي ما كله رام باصوابة إن كلا رين باصواب العلم عند الله وإذا اختار ذمي
ذم هدو دورته اللي انعقد وجائز من طرف لازم من طرف. وإذا اختار ذمي أهل كتاب هدو دورته نبدأ العهد دي بلن كإنو طران وانكب حيداد مسلمين أي دمر حجوغا أي أنو وقور أي أيداد شدي يهود بدن أي أيداد واقي أي يهود أساسا تاي أي إسرائيل أو قورين واللحوق إنو هليل أو دورته بدار الحرب بلغ وحال قارسين المأمن ميلو كنا بدقاله كدب وحال ليه هاي انت وحي كدن بيسكك يا إلالي ما قاعد مشرتها هذا ينقرد حيسا حبطه مركا خلاصة مركا وحي نقطي إن لا إلالي نمان كاس لا دورو وحي أن دين تينا لبكو أهين والعلم عند الله والله سبحانه وتعالى أعلم.